السلام عليكم متتبعات قناة ألوان سيمان، مرحبا بكم في القناة. أتمنى ألقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، تكونوا بخير وعلى خير البنات. بعد ما ختمت معكم هاد لكم ديال القندورة الصيفية، اليوم غنشارك معكم غنخدم معكم هاد النسق خفيف القندورة الصيفية. بما أن حنا على أبواب الصيف البنات، كنبغيو شي حاجة خفيفة، شي حاجة تكون باردة، شي حاجة واسعة. غنخدم معكم دغيا، كتطلع البنات تقدروا تخدموها في طرف نص نهار، يعني ما فيهاش الخدمه بزاف. غنخدموها بالخيط، غنخدمها بالخيط المبروم. تقدروا تخدموا بالصبر، انا غنخدم بالمبروم. متواجد عندي على 5 الشعرات، والكروشي دائما اللي كنستعمل 12060. غنبداو البنات، بسم الله. غادي كنجي العنق من الوسط ديال العنق من اللور، كتف على الكتف، كنجي هنا اللور ديال العنق، هنا راه اللور ديال العنق البنات. ثبت الخيط، درت له عقده وخرجته من التحت، من تحت باش ما يدرونجينيش، باش نخدم حتى الاخر وندفنو. غنخدم داخل هاد المكان فين عقد واحد غرزه حشو، ثم كنطلع بسلسلتان، كنثبت على الثوبه البنات، ثم ارتفاع ديال 3 سلسله، ثم كنرجع بين هاد جوج غرش حشو، كنخدم 3 الاعمده، هاد جوج زائد جوج سلسله، 3 سلسله باش نرتفع، ترى كنعتبرها عمود. دابا ولا عندي جوج اعمده، ثم 3 4 5 ستة الأعمدة، ثم كنشوف القياس اللي غادي يجيني على الثوب، القياس، ثم كنثبت بعمود. طريقة ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة، كنرجع بين في هاد الفتحة كنعمرها 5 أعمدة زائد الارتفاع ديال 3 سلسلة، كيولي عندي 6 الأعمدة. العمود الثالث، العمود الرابع، الخامس، ثم السادس. ثم كنجي كندير لفة على الكروش، كنشوف القياس اللي غادي يجي على هاد الخدمة على التوب، ثم كنخدم عمود، كنثبت بعمود، ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة، كنجي كنعمر هاد الفتحة 6 الأعمدة. بهاد الطريقة حتى نوصل، غندور على هاد العنق حتى نوصل البنات لهاد الفتحة ديال العنق، ونرجع ونخدم معاكم. هنا البنات بعد ما خدمت من منتصف ديال العنق من اللور، من الظهر ديال العنق، خدمت هاد المتكة ودورت على العنق حتى وصلت الفتحة. انا البنات ما قطعتش نسق، دائما ديال الملاح ما كنقطعش نسق، من الاحسن خليته غير هكاك. سطرته بعد ما عبرت القياس وخديت الوسط ديال هاد الصدر، سطرت غير بالطباشير، الطباشير سطرته بغير الطباشير، علمتو علمت الوسط ديال هاد الصدر، النصف والنصف من هاد الجهه والنصف من هاد الجهه. دابا غنجي باش نخدم معكم الطريقه. بعد ما وصلت لهاد الفتحه، هنا الفتحه، كنخدم دائما كنخدم عمود، كنثبت بعمود، ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة، كنجي كنعمر بربعة الأعمدة، عفوا 6 الأعمدة، 6 الأعمدة، 5، العمود الخامس، ثم العمود السادس. أنا جمعت هاد التوب وجيت على الطباشير،
البشرة خص يكون عندي بهذا الشكل البنات، طبقت هذه الجهة على هذه الجهة باش يكون عندي منتصف ديال هذا الصدر. دابا غنجي غنخدم على هذا السطر ديال الطباشير بحال الا قطعت الثوب، لان انا ما قطعتوش خليتوه هكاك باش تجيني الخدمه اسهل. كندير لفه على الكروشي كنجمع البنات، راه حطيت هذا الطرف على هذا الطرف ويني ما قطعتوش غير سطر الطباشير. كنجي كنخدم ورزات عمود ثم ارتفاع ديال الارض 3 سلسله، وكنعمر 6 الاعمده، كنرجع كنعمر. خدمه خفيفه البنات وصيفيه، ودغيا كتطلع كتصلح لهاد القناضر ديال الصيف. شوفي ديالهم خفيف، ما كيحتاجوش الخدمه تكون بزاف ثقيله. دائما الطباشير البنات كما كتلاحظوا الطباشير هو هذا. ثم كنجي كنثبت على العمود، ثم الارتفاع ديال 3 سلسله، كنعمر 6 الأعمدة داخل هاد الفتحة، 3 4 5 6. كنخدم بهاد الطريقة دائما، الخدمة ما كتغيرش غير التقنية كيفاش كديري لهاد المصدوق. دابا غنخدم حتى نوصل لهاد القياس، انا درت فيه غير 20 سنتيم. كنخدم على هاد السطر ديال الطباشير البنات حتى نوصل لهاد القياس ونرجع معاكم. هاني خدمت البنات، هنا فين قلت لكم راه ما قطعش، خدمت غير على الطباشير، خدمت هاد المتكي على الطباشير جا على هاد الشكل حتى وصلت لهنايا القياس اللي بغيت، درت فيه 20 سنتيم باش غير يبان لكم كيفاش ها الفتحة ديال العنق، الفتحة ديال العنق. دابا نزلت حتى وصلت للقياس اللي بغيت، دابا غنرجع باش نخدم النصف الثاني، غنوريكم الطريقه كيفاش غنرجع. ها هو البنات هاد التدويره ديال العنق، هذه هي التدويره ديال العنق، وهذه هي الفتحه ديال العنق. خليت واحد الفتحه صغيره وخدمت القياس ديال 20 سنتيم حتى وصلت لهذا القياس. دابا هنايا غنخدم هاد الطريقه باش نجي نرجع على هاد المتكي عاوتاني بلا ما نقطع الثوب. كنرتفع 3 سلسله، تابعهم مزيان فهاد البلاصه، ثم كناخذ العمود الاخير هاد المتكيه كنخدم عليها 6 الاعمده، جوج سلسله هاد 3 سلسله كنعتبرها مع عمود زائد هاد العمود يعني العمود الثاني هاد البلاصه البنات. كناخد هاد العمود كنخدم داخل العمود جمع الشعرات، ثم كناخد العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس دائما في نفس المكان، ثم العمود السادس. بحال الا خدمت المتكيه باش نجي على هاد باش نجي على هاد الجهه الثانيه باش نعمر. دابا كندير كناخد شي ديال قلب الخدمه، كنقلب العمل وكنخلي هاد الجهه اللي خدمت، كندير لفه على الكروشي، كناخد باش نوريكم هاد غرزة الحشو الاولى ما كناخدوهاش كنخليها، كنجي للثانيه كندخل في هاد الفتحه وكنخرج في هاد الفتحه بحال الا كنجي تحت هاد غرزة الحشو، ماشي غرزة الحشو، هاد العمود تحت هاد العمود كما كتلاحظوا كنخدم عمود، كنخدم عمود بهاد الطريقه. ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة، غنعاود لكم البنات باش تبان لكم اكثر. بعد ما خدمت هاد 6 اعمده في العمود الاخير في هاد المتكيه، كندير لفه على الكروشي، كنفوت هاد العمود فاش ثبت هاد المتكيه كنفوتو، ما كناخدش هذا، كناخد الثاني كندخل تحت منه تحت هاد العمود تحت منه بهاد الطريقه،
كناخد هذا العمود كنخدم عمود، كنثبت بحال يثبت بعمود، ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة، كنرجع لهاد الفتحة كنعمر بخمسة الأعمدة زائد الارتفاع ديال 3 سلسلة، كيولي عندي 6 الأعمدة. بهاد الطريقة كتجي زوينة البنات بلا ما تقطعو التوب، حيت التوب ديال الملاحف ما كيحتاجش تقطعو بزاف، يعني رقيق. 6، ثم كندير لفة على الكروشي، دائما كندير لفة على الكروشي، وكنجي كناخد هاد العمود الموالي، كنجي تحت هاد العمود، كناخد هاد العمود وكنثبت بعمود، ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة، كنرجع داخل هاد الفتحة كنعمر 6 الأعمدة، 5 الأعمدة زائد 3 سلسلة، كيولي عندي 6 الأعمدة. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عندي 6. ثم كندير لفة على الكروشي، دائما كندخل البنات في هاد الفتحة، كنجيكم من هاد الجهة كنخرج من هاد الفتحة، بحال اللي كنهز هاد العمود من لتحت، ثم كنثبت بعمود كما كتلاحظوا. ها هما جاو مقادين البنات، ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة، كنرجع كنعمر 5 الأعمدة زائد 3 سلاسل، كيولي عندي 6 الأعمدة. أربعة، خمسة، ستة، ثم كندير لفة على الكروشي، كندخل في هاد الفتحة، كنخرج من هاد الفتحة الموالية بحال إلا كان ناخد هاد العمود من التحت. نتمنى الطريقة تكون واضحة البنات. ثم كنثبت بعمود، ثم كنعمر ب6 الأعمدة. غنخدم بهاد الطريقة حتى نوصل لهاد الفتحة ديال العنق هنا، ونوريكم كيفاش غنخدمو. هنا البنات خدمت من هنا، هنا فين درت ديك 6 الأعمدة داخل هاد المتكية في العمود الأخير من هاد المتكية، ثم رجعت كنعمر، كناخد تحت هاد العمود وكنعمر بهاد الأعمدة. هاد الملاقية البنات كتجي مقادة، النصطو كيجي مقاد، يعني هادي متقابلة مع هادي، وهادي متقابلة المتكية متقابلة مع أختها، يعني ما يمكنش يكون عندك شي عوجاج، يعني هاد النصطو كيكون مقاد خصوصا للمبتدئات اللي مازال كيتعلموا. بلا ما تقطعوا التوب، خدموا غير بهاد الطريقة، ورجعوا بهاد التقنية اللي خدمت معاكم، راه كتجي ساهلة البنات وما غاديش تجيكم عوجة، تجي مقادة. دابا غنخدم معاكم هاد الفتحة كيفاش غنجي على الجهة الثانية من هاد العنق. هنا البنات خدمت المتكية الأخيرة في هاد السطر، دابا غنجي وثبتها بعمود، صافي وصلت الفتحة، ها هي الفتحة. نقلب الخدمة، حيت الخدمة البنات انتبهوا، الخدمة راه كتكون داخل توب ماشي على برا. أنا خدمت داخل توب، من بديت من العنق من اللور خدمت البنات على الداخل ماشي على برا، خدمت على الداخل حيت هاد الخدمة غتثبت على التوب. وملي وصلت للعنق، ها الفتحة ديال العنق، ها هي هادي هي الفتحة ديال العنق، ها الجهة اللي خدمت، بقات ليا هاد الجهة. بعد ما ثبت بغرزة عمود كنجي كنثبت كنعمر، عفوا كنعمر، كنرتفع 3 سلسلة، ثم كنجي لهاد الفتحة كنعمرها 6 الأعمدة، جوج، ثلاثة، 5 الأعمدة زائد 3 سلسلة كيتعتبرو 6 الأعمدة، كتعتبرهم عمود، كيولي عندي 6 الأعمدة. خمسة، ثم 6، بعد ما تثبت على 6 ما كنجيش البنات غنثبت على هنا، لا، كنفتح هاد النصطق،
عليا الخيط. كنجي بعد ما كملت سد الأعمدة كنجي على الثوب، كنثبت حدا هاد غرزة عمود، كندير لفة على الكروشي وكنثبت في هاد البلاصة حتى هي غرزة نصف عمود، ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة، وكنرجع للفتحة كنعمرها بسد الأعمدة، 3 4 5 6، ثم كنجي كنثبت على ثوب دائما غيني ميزاني، كنخدم لف على الكروشي وكنثبت غرزة عمود، كنحاول ما امكن يكون عندي نفس القياس اللي عندي في هاد الفتحة، عندي 5 ديال المتكيات، خص يكون عندي هنايا حتى انا 5 ديال المتكيات من هاد الجهة، الارتفاع ديال 3 سلسلة، كنعمر هنايا بسد الأعمدة، 2 3 4، هنعمر البنات وحتى نوصل لهنايا ونرجع معاكم. هاني خدمت 5 د المتكيات كيما عندي هنا، هاد الجهة كيما كتلاحظوا عندي هادي متقابلة مع هادي، وهادي ها الراس ديال هاد المصدوق، يعني 5 ديال المتكيات متقابلين، باش ما يكونش شي تفاوت دائما انتبهوا في هاد البلاصة باش تجيكم مقادة. دابا غنخدم عادة البنات، غنخدم المتكي عادي كيما خدمت معاكم حتى نوصل فين بديت، هنا التدويرة ديال العنق النصف الثاني، غنكمل ونرجع معاكم. انا البنات دورت خدمت من هنايا تحت ديال العنق ودورتو على العنق، دائما الخدمة كتكون من الداخل، انتبهوا لهاد القضية حتى وصلت فين بديت. غنجي غنعمر هادي 6 أعمدة، عمود ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، هاد الطريقة. ثم كنجي كنثبت هاد غرزة حشو اللي خدمنا في الأول، غرزة شكلية ثبت بغرزة حشو بهذه الطريقة، ثم كندير 2 سلسلة البنات، 2 سلسلة. دابا غنجي كنقلب العمال، هنا راه الوجه ديال الخدمة وهنا داخل الخدمة، كنجي كندير لفة على الكروشي وكندخل في هذه الفتحة بحال إذا كنرجع الاتجاه المعاكس، ما كنجيش لقدام، كنرجع باش نعمر هاد السفيفة، كندير لفة على الكروشي وكندخل في هاد الفتحة الأولى، ثم كنخرج من هادي بحال إلا كنهز هاد العمود، كنهزو من لتحت، كنخدم عمود بهاد الطريقة، ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة، كنجي كنعمر هاد الفتحة 5 أعمدة زائد 3 سلسلة، كيولي عندي 6 الأعمدة، يعني هاد المتكي فيه 6 الأعمدة، 4 5 6، ثم كندير لفة على الكروشي كنجي لهاد الفتحة، ثم كنخرج من هاد الفتحة، الكروشي كيجي تحت هاد العمود، ثم كنخدم عمود، ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة، كنرجع كنعمر 6 الأعمدة، داخل هاد الفتحة خص يكون فيه 6 الأعمدة، خمسة ستة. هاد السيفة البنات غتجي مباشرة على التوب، ملي كنخدم هي كترجع على التوب، على الوجه ديال التوب،
دابا غنكمل غنخدم نفس الطريقة اللي وريتكم حتى نوصل لهاد الفتحة ديال العنق، ونوريكم كيفاش غنخدمو في هاد البلاصة. هنا البنات خدمت هاد الدويرة السطر الثاني ديال هاد المتكي، بعد ما خدمت هذا حتى وصلت فين بديت رجعت من هنايا، رجعت خدمت هاد السطر الثاني حتى وصلت لهاد الدويرة ديال العنق. غنخدم نوريكم الطريقة كيفاش. عمود سادس، ثم كنثبت بغرزة حشو، ماشي عمود، كنثبت بغرزة حشو. كناخد هاد الغرزة كنثبت بغرزة حشو، ثم الارتفاع ديال 4 سلسلة. كنرجع كنخدم عمود تاني بالطريقة، ثم كنجي لهاد الغرزة كنهزها من التحت كنثبت بغرزة حشو، ثم الارتفاع ديال 4 سلسلة. كنخدم عمود بالطريقة، كنجي لهاد الغرزة الموالية بتتابع نخدم غرزة حشو، ثم الارتفاع ديال 4 سلسلة، ثم كنرجع كنخدم واحد العمود، كنجي لهاد الغرزة موالية على هاد الشكل حتى نوصل لهنا لهاد البلاصة. وصلت لهنايا المنتصف غنثبت هاد البلاصة بغرزة حشو، يولي عندي هاد الشكل. ما بغيتش هنا نخدم المتكي استاد الأعمدة باش ما تجينيش الخدمة هنا معجنة. ثم كنرتفع 4 سلسلة، ثم كنرجع كنعمر واحد عمود، ثم بالتتابع كنجي كناخد هاد الغرزة هذا الخيط قطع، من بعد كناخد هاد الغرزة كنثبت بغرزة حشو. كنثبت بغرزة حشو، ثم الارتفاع ديال 4 سلسلة، ثم كنخدم عمود حتى نوصل الراس ديال هاد العنق، الدويرة ديال العنق. كنخدم 5 ديال المتكيات، 1 2 3 4 5 5 اللي خدمت في هاد الفتحة، 1 2 3 4 5 الحد ديال 5. نفس الشيء اللي غندير حتى في هاد الجهة، ونرجع معاكم. هو البنات بعد ما خدمت هاد جوج أعمدة توصلت لهنا وثبت وطلعت وخدمت جوج أعمدة، كنطلع ب4 سلسلة وكنخدم واحد العمود، كيولي عندي 2 أعمدة باش يجيني على هاد الشكل. خدمت 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، خصني وحدة كيجي على هاد الشكل. بعد ما كنخدم 2 أعمدة 4 سلسلة عمود، 4 سلسلة عمود، وكنثبت بغرزة حشو، ماشي عمود، كنثبت بغرزة حشو، وطلعت بهذه الطريقة. ثم وصلت لهاد الدويرة ديال العنق كنخدم 6 الأعمدة، بعد ما خدمت 5 ديال هاد 2 أعمدة وصلت لهنايا خدمت 6 الأعمدة. دابا غنثبت بعمود، ناخد هاد ندخل في هاد الفتحة ونخرج من الثانية باش نطلع هاد الغرزة بهذه الطريقة، ثم كنثبت بعمود، ثم غنبدا الخدمة عادية الارتفاع ديال 3 سلسلة، وكنعمر 6 الأعمدة كنثبت بالعمود حتى ندور دورتي حتى نوصل فين بديت هاد البلاصة، ثم ونرجع معاكم. ملي كملت هاد السطر وصلت فين بديت، دابا غنثبت بغرزة كندخل في هاد
البلاصة كانت تبت بورزات حشو، ثم كان ارتفع 3 سلسلة. شوفوا الشكل كي ولا كيكون. ده هو الشكل ديال هاد المصدوق بهاد السفيفة. دابا غنوريكم السطر الثالث. بعد ما تبتنا هاد المتكي بغرزة حشو كنرتفع 1 سلسلة. هذه الجهة اللي كتجي على العنق، وهذه الجهة اللي جاية على الثوب. كنقلب العمال باش نخدم على هاد الجهة اللي جاية على الثوب، اللي غادي تثبت على الثوب. كندخل في هاد الفتحة، كنثبت بغرزة حشو، ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة. كنجي لهاد البلاصة، كنثبت بغرزة حشو، ثم 3 سلسلة، ثم 3 سلسلة غرزة حشو، 3 سلسلة، وكنتبت بغرزة حشو. دائما 3 سلسلة أو 4 سلسلة حسب خدمة يديك. المخية خدمي 3، إلا مزيرة خدمي 4. ثم كندور بهاد السلاسل على هاد نص الطوق كامل بهذه الطريقة، تندور دورتي الكاملة ونرجع معكم. بعد ما خدمت معكم هاد السلاسل 4 سلسلات غرزة حشو و4 سلسلات، كنت بت في هاد البلاصة من المتكين حتى دورت وصلت البنات هنا الفتحة ديال العنق. جمعت هاد الجوج تبت في هاد المتكية بغرزة حشو وما درتش 4 سلسلة، وتبت في المتكية الثانية بغرزة حشو باش تولي عندي هاد الزاوية ديال الدورة ديال العنق. بهاد الطريقة وخدمت عادي 4 سلسلة غرزة حشو 4 سلسلة غرزة حشو، كنتبت بطبيعة الحال فوق المتكي حتى وصلت لهاد البلاصة. تبت هنايا، ثم خدمت 5 سلاسل وتبت من هذه الجهة، تبت في هذا الراس ديال المتكي وتبت التبيتة الثانية. بعد ما خدمت 5 سلسلة باقي ما غاديش تبان حتى نخدم عليها، ثم تبت في هذا المتكي، ثم كنخدم عادي 4 سلسلة غرزة حشو حتى وصلت لفتح هذا العنق من هذه الجهة. نخدم معكم كيفاش كندير هاد الزوج غرز حشو. بعد ما خدمت 4 سلسلة كنخدم هاد فوق هاد المتكي غرزة حشو. ما كنخدمش 4 سلسلة هنا، الزاوية ديال هاد الدويرة ديال العنق كناخد هاد المتكي التانية بغرزة حشو حتى هي بهاد الطريقة باش تجيني الزاوية ديال هاد المتكي. بطبيعة الحال بعد ما خدمت 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6 كنتبت فيها غرزة حشو، 7 كنتبت فيها غرزة حشو كما درت هنايا نفس الطريقة. باش تفهموا كتر البنات وتبان لكم هنا هاد المتكية وهادي خدمتهم بغرز حشو، خدمت هادي بغرزة حشو تانية بغرزة حشو، عاد كنخدم 4 سلسلة غرزة حشو. كنخدم خدمة عادية ملي ندور حتى نوصل لهنايا كنحسب بحال هاد 1 1 2 3 4 5، يعني 6 من هاد الجهة ومن هاد الجهة فاش كنتبت خص يكون متقابلين باش جينا نص طوق باش جينا هاد الدويرة ديال العنق مقادة. يعني تبت في المتكية السادسة حتى هنا المتكية السادسة من هنايا من الفتحة ديال العنق، كنحسب من هنا 1 2 3 4 5 6، 6 من هنا خدمتهم بغرزة حشو غرزة حشو حتى هنا غرزة حشو غرزة حشو. دابا غنكمل بسلسلة غرزة حشو حتى نوصل فين بديت. ها هو البنات بعد ما دورنا هاد
سطر ديال السلاسل غرزة حشو، سلسلة أربعة سلسلة غرزة حشو، حتى وصلت فين بديت. دابا غنجي على هاد الفتحة، غنعمرها بالأعمدة، العمود الأول، ثاني، ثالث، الرابع، ثم الخامس، ثم كندير جوج سلسلة، ونرجع لنفس البلاصة كنخدم 5 أعمدة. نخدم 5 الأعمدة، 5 الأعمدة، جوج سلسلة، 5 الأعمدة في نفس الفتحة. ثم هاد الفتحة كنثبتها فيها بغرزة حشو، ثم كنجي الفتحة الموالية كنخدم فيها 5 أعمدة، سلسلتان، 5 أعمدة في نفس المكان. يعني الخدمة هنايا باينة وسهلة، يعني كندورة خفيفة البنات، خدمة دغيا كتطلع مفيهاش شي خدمة صعيبة. 5 ثم سلسلتان، ثم في نفس المكان 5 أعمدة أخرين، 2 3 4 5 بهذا الشكل، ثم كنثبت في هذه الفتحة بهذه الطريقة. هنا غنعمرها بالصدفة بالأعمدة، هنا غرزة حشو، حتى ندور دورتي الكاملة ونرجع. هنا البنات خدمت هاد التصديفات حتى وصلت النهاية ديال نص الثقب من التحت، التدويرة. بعد ما عمرت هاد الفتحة بهاد التصديفة، ما عنديش فين غنثبت باش ندير هنايا غرزة حشو، لا كنجي البنات باش هاد البلاصة خصني حتى هي نعمرها بصدفة، هاد السلسلة خصني نعمرها بصدفة ماشي غرزة حشو. يعني غنثبت، يعني غنجي لهاد الراس ديال غرزة حشو ونثبت غرزة حشو بالطريقة، ثبت غرزة حشو فوق غرزة حشو. ثم كنجي لهاد 5 سلسلة كنعمرها ب5 أعمدة، جوج سلسلة، 5 أعمدة. على هاد الشكل أنا عمرت البنات 6 الأعمدة، جوج سلسلة، 6 الأعمدة، ماشي 5. هنا درت 6 الأعمدة، جوج سلسلة، 6 الأعمدة في نفس الفتحة. دابا غنجي غنثبت فوق غرزة حشو، داخل غرزة حشو، ثم غنجي على هاد السطر حتى هو نعمرو بهاد التصديفات. غنجي لهاد الفتحة الأولى غنعمرها ب5 أعمدة، جوج سلسلة، 5 أعمدة. غنعمر هاد الفتحة ونخدم هاد السطر، نرجع معاكم. هنا البنات كملت هاد الدويرة ديال هاد التصديفات حتى وصلت فين بديت، شوفوا الشكل ديجا شكل صيفي، خدمة صيفية، البيجامات الصيفية ساهل دغيا كطلع. دابا غنصلحوها ونتبتوها بالبرا والخيط ونلبسولها الماركان ونشاركها معكم ان شاء الله. نتمنى هذا الموديل يعجبكم البنات ويكون ساهل في الشرح واصل لكم. نتمنى نلقاكم فيديو مقبل ان شاء الله في احسن الاحوال. خليتكم على خير، وما تنسوا الناس من التعاليق واللايك البنات، جزاكم الله خيرا. ما تنسوا الناس من التعاليق والدعم دائما للقناة، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.